يا جماعة مساء الفل أو أيًا كان، أنا قررت أعمل فكرة مجنونة، هاخد شنطتي وأخد بعضي وأطلع على أفريقيا. شيكو مستني هناك، معرفش بقى هنعمل إيه. اللحظة الحاسمة يا جماعة، كان حيانا قوي. عملوا تشيك أوت. تاني يوم في زنزبار الأحداث بتمشي بطريقة مفيش أي بني آدم ممكن يتوقعها. يدي معلمة وصلنا اللودج اللي احنا هنقعد فيه، واللودج ده حاجة ما بين الهوستل والجيست هاوس كده، هفرجكوا عليه دلوقتي حالا. هنا بيبقى فيه كومن اريا، وهو ده يعتبر المطعم اللي بنفطر فيه. هلو مستر شريف، جماعة الأوضة الجميلة بتاعتنا، ادي شكل الحمام اهو. الحوض حكاية بقى قد كف الايد اهو، بص كده. اظرف حاجه بقى موجوده في الهوستل هنا ان هو كمان بالفطار، يعني $10 في الليله بالفطار. خليني اكلمكم على الاريا اللي احنا موجودين فيها الاول، وهي ستون تاون. ستون تاون دي السيتي سنتر بتاعه زنزبار هنا، بعيدا عن الاجواء اللي شبه المالديف. انت هنا لسه ايه في الحواري الشعبيه بتاعتك، فبالتالي الاسعار هتبقى اهدى. عملنا تشيك اوت دلوقتي وشلنا العزال بتاعتنا كالعاده، وهنبدا نتنقل على مكان تاني. حد هيسألني يقول لي ايه هو المكان ده، اقول لكم اقسم بالله ما نعرف لسه. بعدين هناخد باص هنروح منطقه اسمها جامبيني، هنحاول ندور على مكان نقعد هناك. يعني بصوا هتابعكم بالاحداث، كملوا بقيه الفيديو هتشوفوا احنا يعني هنعيش بهذه العشوائيه قد ايه وهنستمر قد ايه. يلا بينا. اكتر حاجه لاحظتها هنا في زنزبار هي الابواب. المدينه دي هتلاقوا فيها كميه ابواب، الديكور بتاعها فوق العبقري. يا جماعة في الحلقات دي لحظي الحلو ان شيكو موجود معايا هنا، واحتمال يكمل معايا لكام بلد تانيين من اللي احنا مش عارفين ايه هم لسه لحد دلوقتي. المفروض دلوقتي فقرة الفطار، لان الفطار بتاع الفندق ده حاجة اي كلام، الواحد لسه جعان. والحظ الحلو لقيت واحد صاحبي اسمه يحيى، هو كمان رايح جنبيني في نفس التوقيت ومعاه عربية فهياخدنا معاه. انت فين يا يحيى؟ احنا واقفين، احنا المفروض نبدل المواصلتين، فنزلنا في النص، فكان ايه فاهم قاعدين بقى راكبين فوق بعض بقى وخناقات وحوارات. فانت فين يا يحيى؟ وحشتني يا يحيى. فاحنا اللي هنعمله دلوقتي يا شيكو ان احنا نقعد نستنى يحيى بكرامتنا. بلا ياخدنا بلا الفرهده دي. كحيان قوي حبيبي. عاملين تشيك اوت خلاص، عملوا تشيك اوت. من ضمن الحاجات اللي قابلناها في جولتنا ان احنا لما قابلنا يحيى هو بيدور على بيت يعيش فيه هنا. وصلنا يا جماعه جامبيني، قررنا ان اول غدوه لينا تبقى على البحر. انا ما عنديش اي مشاكل ان دي ناس بتلعب كوره على الشاطئ، انا مشكلتي الوحيده في العدد ده كله اللي هو حوالي 30 بني ادم، هم عارفين بعض ازاي؟ يا جماعه والله العظيم الخناقه هنا تموت من الضحك. ادي يا جماعه البيت اللي احنا اجرناه، الفيلا العظيمه، لقينا فيها بس كائن جميل. الله، كل البيوت هنا هتلاقوا السراير بتاعتها بالستايل ده، في حواليها عمدان كده، ده لسبب ما مهم جدا ان كله هنا لازم يركب ناموسيه. خلوني اكلمكم على تنزانيا. اول حاجه، اول نقطه، ازاي تجيب تاشيره تنزانيا؟ تنزانيا من الدول اللي ملهاش تاشيره، او بمعنى ادق تاشيرتها عند الوصول. تاني نقطه احب اتكلم فيها وهي تغيير العمله. طبعا كالعاده ما بنغيرش العمله في المطار لان الريت عالي، واول ما بتخرج من المطار بتخش يمين هتلاقي موقف ميكروباصات، تبقى عربيات شبه الكوستر او شبه الميكروباص عندنا، ولكن عليها شويه ارقام. هنا جوجل ماب مش هيكون مفيد قوي لينا. احسن حاجه تقدر تعملها انك تسال الناس، دايما هتحتاج انك تسال الناس. الناس هنا جميله جدا، الناس بشوشه، ناس تضحك في وشك دايما، ناس عايزه تساعدك. الاكل كله حلال لان زنزبار بالذات 90% من سكانها مسلمين. وتاني حاجه احب انوه عليها جدا ان في شطافات، دي نقطه مهمه جدا. خلي بالك خطوط الموبايل غاليه جدا في المطار، فما تحاولش تشتري الخط من المطار. شاطئ باجي واحد من الشواطئ المفضله بالنسبه لي، لان هي مليانه ناس واكتيفيتيز، فولي بول على البحر، كايت سيرفينج. النهارده حقيقي تالت يوم ليا في افريقيا، لسه موجودين على جزيره زنزبار، واحده من امتع الجزر اللي ممكن تروحها في حياتك. وعشان كده قررنا ان اليوم النهارده يكون على البحر.
احنا رايحين اسمها ايه؟ باجي باجي رايت؟ يلا اهو حبيبي رايحين الشاطئ بتاع باجي. هنا المواصلات اللي على الطريق، هتركب عربيه ايه نص نقل مقفله زي دي. احلى مسا على الشباب، احلى مسا جامبو. معلمة يا احنا ننزل دلوقتي عشان ننزل كل الناس دي بتنزل. طيب نزلنا يا جماعه من الدلع دلع بعد المهرجانات اللي حصلت دي كلها. المهم ان احنا لما نزلنا الناس اللي كانوا راكبين معانا يعرفوا الشخص اللي ماشي قدامنا ده، فادهولنا قالوا لنا ايه هيبقى الدليل بتاعكم يطلعكم المنات لمناطق موجوده على البحر فيها اسعار الناس اللوكالز. دو يو هاف شباتي؟ شباتي موجود. اوكي شباتي وشباتي ب 500 بعد كده 2000 حلو، وشيبسي ب 1500 3500 هناكل ونتبسط بنص الفلوس اللي كنا هيضحكوا علينا بيها. اشتريت يا اسطى. شوفها هتتخض وهتتاخد اللي هو ايه ده. طب بص انا مش لاقي مكان نقعد فيه هنا، بس محتاجين نتصرف في الروقان هنا. تعال يا اسطى تقعد فين هنا؟ حلوه شيكو. اوكي ولا باشا خلصت. انا هيلب يور زيلف معروفه. كمان بيعملوا ايه فاشن فروت زي ما انتم شايفين، حاجه كده ايه في هي ازايز ميه صغيره ومفضيينها وحاطين فيها العصير زي اللي ماما بتعملها في البيت بالظبط. اوه بابي وصلنا البحر. واو جنب بوانا زي ما انتم شايفين بتقابل ناس جميله جدا. تعالوا خدوا معايا التجربه دي، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل لي خلال الرحله دي، لان انا لسه مش عارف انا هشوف ايه، هقابل مين، هروح فين، هاجي ازاي، هركب ايه، هاكل ايه، هتفسح فين. كل ده هيحصل يوم بيوم، انا نفسي ما عنديش فكره عنه، فتعالوا انتوا كمان اعرفوه معايا. اما بقى لو حابب تخوض معايا رحله لافريقيا اتواصل معايا على الرقم اللي موجود على الشاشه ده عشان تعرف ميعاد وتفاصيل الرحله الجايه، واشوفكم في فيديو تاني. ولحد هنا يومنا بيكون خلص، ما فاضلش فيه بس غير ان الواحد يروح ياخد شاور.